Welcome again. We're still with our guest today, Major General Mustafa Kamel. Last time he opened up about his memories in the three major wars that passed in the Egyptian history. Today, he'll reveal other memories regarding his academic achievements as well as his role in the political leadership of Egypt, being assigned to be a governor of Port Said and deputy governor of Alexandria as well as Egypt. So let's get closer to the man and enjoy what he was doing over the last decade. شيء مهم جدا في حياتك وهو بعد حرب 73 وبالتحديد في عام 1977 حصلت على ليسانس الأداب قسم التاريخ، وهذا بعيد تماما عن العسكرية. لماذا فكرت في الالتحاق بكلية الأداب ولماذا قسم التاريخ بالتحديد؟ الحقيقة برضو لو احنا عشان اجيب على هذا السؤال على وجه الخصوص ان هنرجع للأسماء اللي انا ذكرتها، أو هو كان فرع العمليات، سواء واحد فرع البحوث أو فرع التخطيط اللي كان ماسكه هتلر، أو فرع البحوث كان ماسكه أحمد شوقي، وأنا كنت ماسك فرع العمليات في هذا التوقيت. إحنا استشعرنا إن إحنا أدينا ما علينا، وخصوصا عندما توجه يعني أو كان هناك تلميحات كبيرة جدا من سيادة الرئيس أنور السادات أن هذه هي آخر الحروب، وإحنا عاوزين سلم، وإحنا عاوزين الخط بتاعنا السلام، وإحنا خدنا أرضنا يعني. فإحنا فكرنا إن دورنا يعني التفكير، كان التفكير الوسطي، إن إحنا كنا في رتبة المقدم في هذا التوقيت، يعني كنا في الثلاثينات، يعني 32 سنة 33 سنة، تعتبر رتبة في البداية، وهي رتبة اللي هي الوسطية تقريبا يعني. فكرنا ان احنا نقول ان احنا نلتحق انتساب لأحد الكليات المدنية، واخترنا التاريخ على وجه الخصوص لان التاريخ ده هو نقطة الانطلاق الحقيقية والسليمة للثقافة مستقبلا. يعني احنا التعليم كله كان تعليم عسكري، وصلنا للماجستير في العلوم، العلوم العسكرية نحن الثلاثة، وحربنا وأدينا المهمة، فقلنا إن احنا يعني دون التخلي عن الخدمة العسكرية، لكننا لابد إن احنا نتجه اتجاه آخر، حتى إذا ما يعني ترتب على التفاعلات القادمة أي شيء، يبقى عندنا الاتجاه الآخر. وفعلا إن احنا تحققنا، يعني هتلر طلع في الأربع سنوات الأول على الكلية بمرتبة الشرف، ممتاز بالطريقة حينما انتقل العسكري للدراسة العادية. تبرز القدرات العسكرية بقى. كنا مشغولين تماما في هذا التوقيت، وإحنا خدنا برضو، أنا خدتها بتقدير جيد جدا. الطبيعة العسكرية ربما هي التي كان لها تأثير. لا إطلاقا، ما احنا كناش فاضيين يعني. احنا برضو الفترة ما بين، احنا دخلنا سنة 74 و 75 و 76 اتخرجنا 77، فكانت برضو ما زالت التفاعلات موجودة، كنا مشغولين جدا، وكنا بنروح يعني ممكن جدا يعني محاضرة بعد الظهر ممكن نحضرها، لان مش ممكن احنا نسيب شغلنا الصبح ونحضر اي محاضرة اخرى. وبالتالي كان العبء كبير جدا، لكن كان زي ما انا بقول، كانت هناك ارادة قوية جدا، ضروري جدا ان احنا نجتاز هذه المرحلة التعليمية الجديدة. وفعلا احمد شوقي اخذ دكتوراه في الخط المدني بتاعه، وهتلر، وانا اخذت برضو الدكتوراه بتاعتي في العلوم السياسية والاستراتيجية في هذا التوقيت، ثم كملناها بعد ذلك يعني بمرحلة اخرى. فانا قلنا ان ضروري قوي
الترابط والاعتماد المتبادل بين المراحل التاريخية المختلفة تفيد كثيرا جدا في جميع العلوم، خاصة العلوم الاستراتيجية. فاحنا قلنا ان احنا نخش تاريخ ونكمل، والحمد لله ثلاثة كملنا ومشينا يعني كويس. من المحطات الهامة في حياتك هو أنك كنت مستشارا لرئيس أركان حرب دولة الكويت لشؤون الصاعقة، حدثنا عن هذه الفترة. كان في الوقت ده كان في أغسطس 76، وبرضو الحسن الحظ كان اللي سبقني في هذا المنصب اللي هو أحمد شوقي اللي هو دفعتي برضو، وانا رحت في من اغسطس 76 وانهينا الخدمة بتاعتنا في 5 ديسمبر 77. وكان المفروض ان احنا يعني القوات الكويتية كانت بتفكر في بناء قوات للصاعقة، بس هم بيسموها اسم ثاني قوات المغاوير يعني. و اللي هو محمود محرم هو اللي بدأ يبني، وأحمد شوقي بدأ يخطط، ونحن كنا بنطبق على الأرض، وفعلا قدرنا إن احنا نكون عنصر الصاعقة الكويتية. وتشرفت بالخدمة مع سيادة الوزير سعد العبد الله الله يرحمه، لأن الرجل كان محب جدا لمصر، رجل وطني الى اقصى يعني قومي مش وطني، رجل عربي الى اقصى درجه، رجل عنده رؤيه واسعه، رجل عنده حسن تفكير حسن تدبير. والحقيقه يمكن الواحد يعني ادى معاه اداء ان شاء الله يكون كويس على قدر ما هو رجل ممتاز ورجل محترم يعني. الحقيقه انتقلت من الاسكندريه للعمل كنائب لمحافظ القاهره، هل المهام في العاصمه تختلف عن العمل في الاسكندريه؟ بدون شك يعني عروس البحر طبعا تختلف عن هو، بس العاصمه يعني بكل ما فيها من توتر وقلق يعني حقيقي. يعني انت ما نشوف يعني الانشطه اللي موجوده في اسكندريه، المحافظه تتسم بانها مصيف ومكان للراحه بالزبط والاستمتاع الى قلب الاحداث، فعلا مفهومها العاصمه الثانيه يعني. وان قلت مده نظام الحكم او تواجد نظام الحكم في اسكندريه يبقى يختصر بس مثلا في اشهر الصيف او الاخره، لكنها هي العاصمه الثانيه لمصر، ومواصفاتها وخصائصها تختلف يقينا عن القاهرة، بالنسبة للمساحة، بالنسبة لتعداد السكان، بالنسبة للنشاط السكاني، بالنسبة للنشاط الاقتصادي، بالنسبة للخصائص الاجتماعية بتاعت الإنسان السكندري عن الإنسان القاهري. ولحسن الحظ أيضا أن أنا تعلمت كثيرا جدا من سيادة المحافظ عمر عبد الآخر، اللي أنا تشرفت أن أنا أخدم معاه نائب محافظ للمنطقة الشرقية التي تعد أكبر منطقة في المناطق الأربعة في القاهرة. ثم بعد ذلك تشرفت أيضا بالخدمة مع سيادة الدكتور عبد الرحيم شحاتة الله يرحمه، والحقيقة أنا استفدت من الثلاثة استفادة كبيرة، يمكن أدت إلى أن أنا أروح بورسعيد وأنا مستريح جدا في الشكل العام للإدارة بتاعة المحافظة. ثم الآن محافظا لبورسعيد، ماذا كانت تمثل هذه السنوات الطويلة في حياتك؟ الحقيقة في بورسعيد برضو احنا نقول الاسكندرية كمحافظة تانية، القاهرة كاسكندرية كعاصمة تانية، طبعا القاهرة هي العاصمة، لكن بورسعيد هي العاصمة الثالثة لمصر كلها، وان كانت تعد مثلا من محافظات قليلة السكان وضيقة المساحة، يعني قد تكون المحافظة رقم 20 في المساحة، لكنها لما تيجي برضو وهي محافظة تختلف خصائصها تماما عن جميع المحافظات في مصر، بس القاهرة واسكندرية لا، دي هي دي محافظة فريدة جدا. التجارة محور الحياة هناك، مش بس كده، بحكم القانون كانت يعني تعتبر زي شبه مستقلة عن المحافظات، لأن كان لها قانون خاص
يعني كان ليه القانون رقم 12 لسنة 77 لإدارة المدينة الحرة، هي يعني المحافظة الوحيدة التي تحمل هذه الصفة أنها مدينة حرة، ولا بد أنها تدار بواسطة مجلس المدينة الحرة برئاسة المحافظ. وبالتالي دخلت المحافظة وأنا على يقين يعني أن لا يمكن أنها تستمر بهذه الصورة الاستهلاكية، مستحيل يعني أنها يعني هي مدينة حرة، لكن يعني الناحية الزراعية تكاد تكون معدومة تماما، يعني المجال الزراعي معدوم، المجال الصناعي وإن كان هناك بعض الأنشطة الصناعية لكن ما هيش دي الحاجة المتصورة للعاصمة رقم 3، المساحة بتاعتها ضيقة جدا يعني نادرة الأراضي، لابد إن احنا نتوسع فيها لأن حجم السكان لابد إن هو يزيد. فبدأنا إن مساحة الأراضي المستغلة، ما هو مش أراضي، ما فيش لأن أراضي. زي ما حضرتك عارفة إن بورسعيد كلها هي طرح بحر، بورسعيد عبارة عن جزيرة يعني وسط مية، يعني مثلا شمالا البحر المتوسط ثم في الشرق هي مقسومة نصين. طب كيف نتوسع في الأراضي والمساحة بهذه بالظبط، ودي كانت شغلة تانية كبيرة جدا، وعشان كده بدأنا بالمجموعة المحترمة مهمة جدا صعبة مجموعة جدا، كان المجموعة الحقيقة اللي هي شغالة معايا المجموعة التنفيذية كان ناس على قدر كبير جدا من المسؤولية، على قدر كبير جدا من الكفاءة، وبالتالي عندما كنت أطرح تصور محدد كان الاستجابة بتبقى مباشرة. فاحنا بدأنا بشيء بسيط جدا ببرنامج اسمه برنامج تنمية الأراضي، ودي تكاد تكون ما هيش موجودة في أي محافظة أخرى. بدأنا نقول أن هناك أنشطة قليلة القيمة وهي تحتل مساحة أرضية عالية القيمة، يعني بنقول مثلا إيه، مثلا يعني في مثلا كان حوالي أعتقد لو أنا متذكر يعني 2400 متر مسطح كان بتشغلها قهوة، يعني وفي حي على البحر مباشرة، ما لا تستقيم الأمور أن تكون هناك قهوة في مقابل انتفاع عن متر بجنيه في يعني يدفع 2000 جنيه او 3000 او 4000 جنيه في السنه عشان يديرها، هو بياخد هذه المكاسب، وقلنا لازم نشيل هذه المكان ونديله ارض اخرى بنفس المساحه، ويجب ان احنا نبيع هذه الارض بالمزاد العلني امام الجميع حتى نجني اكبر قدر ممكن من المال حتى نستطيع ان احنا نلبي الانشطه الاخرى او المجالات الاخرى للتنميه. نفس الكلام هنلاقي مثلا أرض كان فيه يعني تدريب أطفال على العمالة والآخره موجودة أيضا في حي الشرق، يعني نبني لهم مكان أوسع وأرحب وأكثر قيمة وفي كل الأنشطة اللي ممكن نعملها، كان فيه 28 فرد. هذا المبنى أو المكان ده اتباع أظن بحاجة 66 مليون. نفس الكلام رحت لسيادة المشير حسين طنطاوي وكان في ما يسمى بأشلاء السواحل وده موجود على المية على الشاطئ مباشرة، وكان حوالي 12 فدان، فقلنا استسمحناه واستسمحنا القوات المسلحة وتم الموافقة اشتريناه ب 2 مليون اعتقد جايب 140 مليون، وبالتالي قدرنا نكون صندوق خاص جدا لان كانت النواحي الماليه تدار ايضا بمجلس اداره المدينه الحره، ما احناش مالناش دعوه بالدوله على الاطلاق، وبدانا نعمل خطه تنميه واسعه جدا، خطه تنميه المجال السياحي المجال الزراعي المجال الصناعي